انتقال خارطة المعركة من التراب اليمني إلى محيطه الإقليمي. ما هي أبعاد التصريح الإيراني أن البحر الأحمر لم يعد آمناً؟ وهل هناك تأثير لإيقاف السعودية تسيير شحناتها النفطية عبر المضيق؟ أهلاً بكم. تطور نوعي في المعركة اليمنية، أو تحديداً المعركة التي باتت اليمن أرضاً لها بعد اتساع النطاق الجغرافي لما هو أبعد من الأرض اليمنية. السعودية تعلن الوقف الفوري لتسيير شحناتها النفطية عبر مضيق باب المندب عقب استهداف ناقلتي نفط لها قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر. السعودية تكون بذلك قد ألقت بورقة أمام المجتمع الدولي للضغط على ملف إيران وحلحلة الموقف الأوروبي تجاه معركة الحديدة. صراع الأقطاب تجاوز مربع الساحل الغربي ومعركة الحديدة، وبات التهديد الإيراني واضحاً بأن البحر الأحمر لم يعد آمناً. البحر الذي يمثل خاصرة الجزيرة العربية كاملة، وليس اليمن، بل وهو من أهم المنافذ التجارية في العالم. يصرخ الحوثي الموت لأمريكا، ويردد سليماني أن السعودية لم تعد آمنة. فما انعكاسات قرار السعودية إيقاف نقل النفط عبر باب المندب على المشهد في اليمن؟ الموت الأمريكا. يبدو أن المعركة انتقلت من القلب اليمني إلى محيطه الإقليمي. مؤخرا تم استهداف ناقلتي نفط سعوديتين قبالة السواحل اليمنية من قبل ميليشيا الحوثي، تصعيد لم يكن الأول من نوعه ولا الأكبر، لكن ما أعقبه من تداعيات يحمل في طياته الكثير من علامات الاستفهام والتعجب. لهذا القطاع من أهم. إعلان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إيقاف كل شحنات النفط الخام المسيرة عبر باب المندب وصف بأنه ثاني أهم حدث في المنطقة عقب إعلان عاصفة الحزم لما له من انعكاسات على الاقتصاد العالمي. فالنفط هو الورقة الرابحة في يد المملكة، ويبدو أنها وجرت الفرصة لاستثماره، لكن المشهد هناك ما يبدو لا يقتصر على مخاطر صواريخ الميليشيا على حركة الملاحة الدولية، بل يبدو الأمر أكثر من ذلك. إيران لم تغب عن مشهد استهداف الناقلات وقرار إيقاف عبورها من باب المندب، إذ حذر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني من ارتكاب حماقات تجاه طهران، مؤكدا أن البحر الأحمر الذي كان آمنا أصبح غير آمن، وأن السعودية أصبحت تحت خط النار. جاء ذلك على خلفية صواريخ سياسية لا تقل أثرا عن مقذوفات ميليشيا الحوثي، منها حرب التغريدات الكلامية بين ترامب وروحاني خلال الأيام الماضية. يقول روحاني إن الحرب مع إيران سوف تكون أم كل الحروب، فيرد ترامب أن إيران سوف تعاني من عواقب وخيمة لم يشهد التاريخ مثلها إلا القليل. تبادل عدائي مع الحديث عن عودة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران يأخذ معه اليمن إلى حافة الرهان الدولي بين المتصارعين الكبار، ليصبح البلد ورقة في مزاد الصراع الإقليمي، وليس ببعيد عن ميناء الحديدة الذي بات ميدانا لممارسة الابتزاز من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه الرياض. فاليمن تدخل حرب الاقتصاديات المتقاربة والمعادية الإقليمية والدولية من باب الملاحة العالمية والتي فشلت معارك البر في حسمها. المجتمع الدولي الذي غض البصر عن الإجراء السعودي يدرك جيدا أن البحر الأحمر لم يعد آمنا كما قال الإيرانيون. فمنذ تصاعدت هجمات ميليشيا الحوثي تجاه الناقلات والبارجات سواء عبر الصواريخ أو الزوارق المفخخة، ومنطقة البحر الأحمر أصبحت مدججة بالوجود العسكري لمختلف القوى العالمية. إذن مشاهدينا الكرام، ستكون حلقتنا لهذا اليوم مع الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الباقي. أهلا وسهلا. مساء الخير. أهلا بك. بالتأكيد تابعت قرار المملكة العربية السعودية إيقاف تسير شحناتها عبر النفطية عبر باب المندب بعد اعتدال الحوثيين على نقلتي نفط في البحر الأحمر، كيف تابعت ذلك؟ تابعناها بقلق للغاية، لأن هذا يدخل في إطار استراتيجية إدارة الصراع، ويدخل في إطار ما يسمى ب يعني ارتباط المسألة اليمنية بالصراع الدولي وبالأهداف الاستراتيجية الدولية. السعودية اتخذت قرارا كارثيا بحق اليمن عندما أوقفت تدفق مرور القافلة تدفق النفط، بمعنى أنها أرادت أن توصل للمجتمع الدولي أن الحوثيين يشكلون خطرا، وأنهم سيوقفون حركة الملاحة الدولية وتحرك النفط
مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ولرفع التأمين على ناقلة النفط وعلى الطيران إلى آخره. هذا يعني بشكل خطير للغاية على الوضع اليمني، يعني أن المملكة العربية السعودية كقائدة للتحالف العربي خلال 4 سنوات فشلت في تأمين الملاحة الدولية، فشلت في حماية البحر الأحمر، فشلت في استعادة السلطة الشرعية، وكذلك أوصلت يعني عززت من الحوثي قوة ضاربة وقادرة على مواجهة دول التحالف. يعني هي الآن خدمت الحوثيين ولم تخدم السلطة الشرعية، قدمت الحوثيين كقوة ضاربة لديها سلاح ومهددة بعد 4 سنوات، بينما نحن أمام ميليشيات أضعف من عشر العنكبوت، يعني من خيوط العنكبوت. نحن أمام خطأ استراتيجي في إيقاف تدفق النفط. هذا يعني أيضا في خطورته تتحرك أساطيل الدولية إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة الدولية. هذا يعني أن مزيد من التدخل الدولي في المسألة اليمنية. نحن نعلم أن 4 سنوات من الصراع لا علاقة له بقدرة الجيش الوطني أو دول التحالف في القضاء على ميليشيات، كما يتحدثون في خطابهم بأن إيران احتلت العاصمة الرابعة وأن هناك خطرا إيرانيا، وبالتالي هؤلاء باستراتيجيتهم أدوا إلى أن يصبحوا الحوثيين قوة وأصبحوا يتفاوضون بواقع جديد. طبعا دعني هنا أشير إلى مسألة في غاية الأهمية. نحن أنا لا أقلل من الحوثيين ولا أعتبر الحوثيين، الإيران تخطط جيدا، هي أيضا في هذه الضربات تعلم أن هنالك رغبة غربية في ضرب الناقلات، تدرك ذلك لأنها تريد هذه الدول أن تدخل السعودية التي تبعت رؤية الإمارات في استنزاف دائم، وكذلك الغرب يريد تثبيت الحوثيين كقوة واقعية مسيطرة، وكذلك الغرب يريد التحرك كما كان في الحالة الصومالية بتحرك الأساطيل بعيدا عن الأمم المتحدة لحماية الملاحة الدولية. بالتالي هذا قرار بالنسبة لي هم لا أدري كيف اتخذوه، لكن إذا لم يتخذوا يعني أليس من باب الضغط على المجتمع الدولي لحلحلة الأمور في والضغط على الحوثيين أيضا؟ لا أعتقد، أنا أعتقد أن هذا القرار كارثة. المجتمع الدولي لا يمكن للشعوب، دعنا نتحدث بمنطق، الذي يدافع عن سيادته ويدافع عن أمنه القومي، ولا أعتقد أن ميليشيات يعني بهذا الضعف وهذا الوهن، ونحن لا نحتاج لا لقوة الإمارات في عدن ولا لقوة السعودية في الحدود، نحتاج إلى دعم الجيش الوطني بقليل من السلاح والدعم اللوجستيكي الفني. وأنا أؤكد لك ليس بشكل عاطفي أن جيشنا الوطني ومقاومتنا الوطنية قادرة على اجتثاث الحوثيين عن بكرة أبيهم. نحن لا نتحدث عن اجتثاث، هنا يقولوا اجتثاث شيء نسبي، شيء نسبي بمعنى أننا نقول إضعاف. أنا أؤكد لك اجتثاث هذه الفئة السلالية وهذا المشروع عن بكرة أبيه إذا فقط ادعموا الجيش الوطني. هذا الضغط الدولي الذي كانت له آثار وانعكاست، يعني هم أعلنوا. نعم، أنا أود أن أعرف ما هي هذه الآثار اللي انعكست. يعني بالتأكيد هناك تداعيات محلية وإقليمية لمثل هذا القرار. على المستوى المحلي، الجماهير التي تتبع ليس عقائديا، تتبع بأمر الواقع. هناك جماعة عقائدية، هناك جماهير نظرا لغياب الدولة والسلطات مضطرة للخضوع لسلطة الحوثيين، وهناك جماهير يمنية يعني تخضع للإعلام والتعبية. هذا يعمل تماسك للجماعة ما يسمى الجماهير المتموضعة مع الحوثيين، تماسك الجماهير التابعة لهم، تماسك الجماعة العقائدية الحوثية أنهم قادرين على إيقاف الملاحة الدولية وزالوا قادرين بعد 4 سنوات على قصف وسائل النفط. بل والذي يؤكد لذلك هو إعلانهم أنهم قصفوا أبو ظبي. طبعا كثير من اليمنيين صدقوا ذلك، وهذا يعطي نوع، هذا هدفه ليس المجتمع الخارجي، هدفه المجتمع المحلي. على المستوى الدولي هذا أيضا يخدم إيران، لأن إيران تقول للعرب والأمريكان نحن سنقفل مضيق هرمز ونقفل باب المندب، وحلفاءنا ورأس حربتنا في اليمن
سيلعبون دورا في ذلك ونحن سنقفل وسنؤثر في الملاحة الدولية. بالتالي هذا العنصر اثنين، شوفي كم عصفور ضربوا في مرحلة واحدة. العصفور الثالث أنه تم ضرب أثناء تواجد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، بمعنى أنه عليكم أن تغيروا قواعد التفاوض، نحن لسنا بطرف ضعيف، نحن بعد 4 سنوات نقصف الناقلات ونقصف بالصواريخ، وهذا كارثة. يعني نحن استدعينا دول التحالف وضحينا، والشعب اليمني 4 سنوات يموت من الجوع، دمروا سيادتنا الوطنية، دمروا جيشنا الوطني، أضعفوا قيمته في الذاكرة الوطنية عندما أوقفوا الجيش اليمني في تخوم مارب، وعندما أوقفوا التقدم في تعز عند خط 90. ونحن نعلم أن القرار استعابة صنعاء قرار يتجاوز السلطة الشرعية دول التحالف. نحن نعلم أن توقف سلطات الجيش عند خط 90 كانت هنالك للدول التحالف مشاريع استثمارية. أنا الآن أستطيع أن أقول ولأول مرة ولدي شكوك أن ربما دول التحالف كان لها رغبة في دخول الحوثيين حتى تدخل في الجغرافيا اليمنية، لأنها لديها أهداف في تحلية المياه ولديها أهداف في نقل النفط بعيدا عن التهديد الإيراني. يعني أن إضعاف السلطة الشرعية وأن هناك تنسيق بين الإمارات والسعودية لأن تستفيد الإمارات في سوق قطرة وللاستيلاء على الموانئ والخليج، لأنه كان هناك في دراسات أمريكية تقول أن دول التحالف الدول السعودية والخليج غير قادرة على مواجهة إيران مع أمريكا إلا قبل حوالي 4 سنوات. لا يمكن لها أن تواجه إيران إلا بعد 10 سنوات إلى 15 عام، عندما تنقل مصافي تحلية المياه وعندما تجد خطوط للنفط بعيدا عن مضيق هرمز وباب المندب، بمعنى أن الخليجيين تآمروا على شعبنا. من هنا أعتقد أن هذا القرار كارثة، بمعنى أننا إذا كان دول التحالف هذه السعودية التي تتحدث أنها ستواجه الخطر الفارسي، وهذه السعودية التي تقود الأمة الإسلامية، وهذه السعودية والإمارات صرح وزير الدولة لشؤون الخارجية في بريطانيا أنهم سيلعبون دورا عالميا، لم يستطيعوا على مجموعة من الميليشيات تنتمي للقرون الوسطى. نعم، ليس ميليشيات محترفة. اسمح لي دكتور أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الخبير الاستراتيجي الدكتور عبد الله الغيلاني. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخيرات لك وللمشاهدين الأعزاء، مرحبا بكم جميعا. أهلا بك دكتور. بالتأكيد تابعت قرار السعودية لإيقاف تسير شحنات نفطية عبر مضيق باب المندب، أود أن أعرف منك ما هي تداعيات مثل هذا القرار؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة بعيدة في دلالاتها وفي تداعياتها. يعني يبقى السؤال، ما الخيارات التي تملكها المملكة العربية السعودية إن لم تستخدم باب المندب كيعني ممر ملاحي ل يعني تصدير النفط إلى الشمال؟ ماذا لو، هذا سؤال آخر أيضا، ماذا لو هدفت إيران بإثارة حظر جزئي على يعني مضيق هرمز؟ يعني إيران هي الدولة يعني المسيطرة فعليا على المضيق، طبعا هي تقتسم هذه السيطرة مع سلطنة عمان، ولكن إيران باعتبارها القوة الإقليمية الأكبر يعني هي التي يعني تسيطر على مضيق هرمز. فماذا لو أن إيران أثارت شيء من الاضطراب حول مضيق هرمز؟ أنا أتصور أن، وهذا الكلام قلناه منذ اليوم الأول، أن الأزمة اليمنية لن تبقى يمنية، الأزمة اليمنية تجاوزت يعني البعد القطري وتحولت إلى أزمة إقليمية، وهذا الذي يحدث الآن. أنا أقول أنه بعد ثلاث سنوات ونيف يعني هذا القرار السعودي أيضا يثير سؤال من نوع آخر. ما الذي حققه التحالف بعد مضي هذه المدة المتطاولة؟ التحالف أخفق على المستوى العسكري، أخفق على المستوى السياسي، أخفق أيضا على المستوى الإنساني. فعلى المستوى العسكري لم يتحقق الهدف المركزي الذي من أجله جاء التحالف إلى اليمن، وهو إسقاط الحوثيين وإعادة حكومة الرئيس هادي. على المستوى السياسي كذلك أخفق التحالف في إملاء حلول سياسية على الحوثيين وإجبارهم على القبول باللجوء إلى الحل السياسي. على المستوى الإنساني نعلم جيدا أن هذه الأزمة أثارت يعني ما أثارت من أوضاع إنسانية غير مسبوقة لا في اليمن ولا في يعني المنطقة. فيبدو أن هناك إخفاقات كبيرة للتحالف، وبالتالي فعلى التحالف أن يعيد النظر في كثير من هذه المقاربات. يعني هل التحالف بالفعل جاد في إزاحة الحوثيين
وإعادة حكومة الرئيس هادي إلى صنعاء، لا يبدو يعني المعطيات المتوفرة إلى الآن منذ أن دشنت عاصمة الحزم في 2015 إلى هذه اللحظة، ليس هناك معطيات استراتيجية حقيقية يمكن الاستناد عليها والاستنتاج يعني منها أن التحالف يرمي إلى إسقاط الحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية. نعم، لكن دكتور اسمح لي، يعني ألا تجد أن هذا يعني يمثل ضغط على المجتمع الدولي حين تتخذ السعودية مثل هذا القرار؟ يعني خاصة يعني السؤال الأغرب، يعني بعد 4 سنوات تقريبا، هل عجزت السعودية بالفعل عن إخماد هذه الميليشيا بحيث أنها ستغير مسار يعني نقل صادراتها النفطية إلى هذا الحد يعني وصل الأمر، أم أنها فقط مجرد ضغوط على المجتمع الدولي، خاصة وأن الحوثيين يقولون أنهم لم يصيبوا ناقلة نفط وإنما بارجة حربية؟ إلا هي نعم، قد يكون في هذا، في قرار الحوثيين قد يكون في شيء من الضغط على المجتمع الدولي، ولكن التهديد تتعرض له المملكة العربية السعودية. الآن المملكة بهذا القرار، يعني إقدام الحوثيين على التصدي أو على إصابة الناقلات السعودية في باب المندب، هذا يعني على المستوى الاستراتيجي أن المملكة تتعرض لنوعين من التهديد: تهديد مباشر لأمنها القومي عبر الحدود الجنوبية، وتهديد اقتصادي لاقتصادها. فالمملكة العربية السعودية هي المتضرر الأول من إطالة هذه الحرب وعجزها عن الحزم. عودة إلى النقطة التي تفضلت بها، أنا أتصور أن العجز، عجز التحالف عن تحقيق الهدف المركزي الذي من أجله جاء، هذا العجز يعود إلى اعتبارات ليست اعتبارات ذاتية، بمعنى أن التحالف عاجز ذاتيا عن التصدي للحوثيين وإزاحتهم، وإنما لاعتبارات موضوعية. يبدو لي أن هناك قرارا إقليميا دوليا بعدم المضي قدما في إزاحة الحوثيين، وإلا ما الذي يمنع تحالف بهذا الحجم، تحالف تقوده المملكة العربية السعودية ويملك من المكنة الاستراتيجية والمقدرات المالية والقدرات الاستخبارية والدعم الدولي، الظهير الدولي للولايات المتحدة يفترض أن يكون داعما. ولماذا يراد للحوثي بقاء كقوة موجودة في المنطقة دكتور عبد الله؟ أنا أتصور هذا يعودنا إلى نقطة البدء، كيف استطاع الحوثيون الزحف إلى صنعاء واحتلالها وإسقاط الحكومة الشرعية؟ كيف فعلوا ذلك؟ هل فعلوا ذلك بقوتهم الذاتية؟ الحوثيون بقوا يعني دهرا طويلا في صعدة، وخاضوا جملة من الحروب مع النظام اليمني السابق، ومع ذلك أخفقوا في التقدم. هذا التقدم المفاجئ الذي حدث في 2014 يبدو أنه جاء نتيجة اتفاقات إقليمية، ولم يعد الأمر سرا يعني أن المنظومة الخليجية، المملكة العربية السعودية وحلفائها الخليجيين كانوا ضالعين في هذه المسألة. الحوثيون دخلوا صنعاء باتفاق مع الكتلة الخليجية لاعتبارات نعلمها جميعا. يبدو أن السيناريو تغير بعد ذلك، ولم يلتزم الحوثيون بما تم الاتفاق عليه في الظروف المظلمة، وبالتالي يعني حدث هذا التحول نتيجة يعني الغدر الذي مارسه الحوثيون على الاتفاق الذي عقد بينهم وبين يعني الكتلة الخليجية. الآن لماذا يحدث ذلك؟ أنا أتصور هناك اعتبارات كثيرة. اسمح لي دكتور عبد الله، نعم، يعني يود الأستاذ دكتور عبد الباقي شمسان وضيفنا هنا في الاستوديو أن يعقب على حديثك، هل استمعت إليه؟ نعم تفضل. أنا أعتقد أن أتفق في كثير من طروحاته، ولكن أعتقد ليس هنالك عجزا لدى الدول التحالف، ونحن نتفق في هذا، إنما كان هناك استراتيجيات لدول التحالف لها مطامح. الآن نحن بعد 4 سنوات نقول أن هنالك أطماع استراتيجية في اليمن كان أدت إلى ما نحن عليه، وهذه أخطاء كارثية ارتكبها دول التحالف. معنى أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لها أطماع في أن تصبح مسيطرة على الجغرافيا والشام اليمني، وأن تبحث لها عن مواقع استثمارية واستراتيجية في اليمن، ولهذا هي أضعفت السلطة الشرعية، أوجدت المجلس الانقلابي والانتقالي في المناطق الجنوبية، أوجدت ميليشيات غير الجيش الوطني، تمت إيجاد المملكة العربية السعودية في مهرة وفي المهرة، والإمارات في سقطرة، ومحاولة سيطرة على الجزر. بالتالي أعتقد أن هذه الرؤية القاصرة
من قبل دول التحالف، وهذه الأطماع التي جاءت عكس دعوة رئيس الجمهورية ومخالفة ذلك أدت بهم الآن إلى تحقيق الهدف المرسوم من قبل الدول الغربية بأن تدخل اليمن في مرحلة من المرحلة الرخوة، بمعنى أن نكون على شكل يشبه الصومال، بمعنى أننا نواجه على دولة موجودة متعددة الكيانات، ولكن سيتم استنزاف المملكة العربية السعودية وستخسر دول الخليج لأنها استراتيجية قاصرة. الحديث عن هناك تنسيق بين الإمارات العربية المتحدة والأمريكان تحت بعبع القاعدة، ولكن نحن لسنا ألف باء سياسة. الذي يريد استعادة سلطة عليه أن يستعيد مؤسسات وليس جغرافيا، عليه أن يؤسس الجيش الوطني. نحن أمام دول التحالف ليست عاجزة، وإنما أجلت وأضعفت السلطة الشرعية، الأمر الذي استغلته إيران لتمتلك الحوثيين وقت لتصفية الخصم والاستيلاء على كل سلاح الدولة والاستيلاء على مقدرات الدولة وإيجاد نان أكتر، يعني ستيت معنى فاعل غير الدولة في صنعاء. بالتالي أعتقد أننا أمام الأخطاء التي ارتكبتها دول التحالف بشكل واضح، ونحن نحمل بشكل واضح الإمارات العربية المتحدة والسعودية مسؤولية ما يحدث، وبالتالي لم ينفعل. إذن اسمح لي دكتور، استمعت لحديث الدكتور عبد الباقي دكتور عبد الله، يعني وهو يتحدث أيضا عن وجود إيران بهذا الشكل الواضح، يعني ما الذي يعنيه دخول إيران في خط الأزمة وتصريحاتها التي تهدد بها خط الملاحة في البحر الأحمر؟ وأيضا ما هي العلاقة بين الموقف الأمريكي وإيران، والذي يتحدث ربما بعض المحللين أن يعني هناك صراع واضح ولكن في أرض أخرى ربما هي ملعوبة في اليمن؟ إيران لم تدخل فجأة إلى المشهد اليمني. إيران حاضرة منذ اليوم الأول، ولولا الدعم الإيراني للحوثيين ولولا التآمر الخليجي مع الحوثيين لما استطاعت يعني هذه السلة القليلة الضعيفة أن تسقط حكومة بحجم الحكومة اليمنية وتسيطر على شمال اليمن. فإيران ليست طارئة على المشهد اليمني، إيران حاضرة منذ اليوم الأول. طبعا يعني إيران تعمل وفق مشروع طائفي إقليمي، وهذا المشروع أيضا ليس جديدا. هذا المشروع تبلور بعد يعني الثورة الإيرانية، وبدأت تمصراته في وقت مبكر جدا في مطلع الثمانينات. إذا إيران تعمل وفق مشروع طائفي استراتيجي إقليمي يرمي إلى التمدد، يرمي إلى بسط يعني المعتقدات يعني الإيرانية، هو مشروع عقائدي بروافع سياسية. فإيران ليست طارئة على المشهد اليمني، وقطعا إيران سوف تستخدم القضية اليمنية في صراعها الدولي وفي صراعها الإقليمي. الولايات المتحدة الآن تتحدث عن تجديد الاتفاق بعد أن تم إلغاء الاتفاق مع إيران. الولايات المتحدة الآن بدأت تطرح مؤخرا مسألة يعني تجديد الاتفاق أو الاتفاق على يعني اتفاق آخر غير الاتفاق السابق. إذا إيران سوف تستخدم كل ما لديها، كل ما في كنانتها من أسهم، سواء السهم السوري أو العراقي أو اليمني أو حضورها في منطقة الخليج، سوف تستخدم كل هذه الأدوات من أجل منازلة الولايات المتحدة الأمريكية. من المؤسف أن الكتلة الخليجية تتناغم تماما مع الموقف الأمريكي. إذا حدث تقارب وتصالح بين الغرب وبين إيران فيحدث هدوء في اللهجة الخليجية إذا إيران، والعكس أيضا صحيح. وهذه حقيقة مسألة تؤكد ما نقوله دائما، أن هناك غياب كلي للرؤية الخليجية. المملكة العربية السعودية وحلفائها سواء في التحالف أو حلفائها في الكتلة الخليجية يديرون هذه الصراعات، سواء الصراع على مستوى الأزمة اليمنية أو الصراع يعني الصراع الإقليمي. يعني في الجملة هذه الصراعات تدار بغير رؤية، أي ليس يعني من المعروف في إدارة الصراعات أنه ينبغي أن يكون هناك قبل أن تنج أي صراع أن تفكر فيما يسمى ب يعني الـ يعني الإكزيت، المخرج من هذا الصراع. يبدو أن الكتلة الخليجية يعني لا تدير هذه الصراعات برؤية علمية استراتيجية، وإنما تتورط في هكذا صراعات. الآن إيران تحقق انتصارا تلو الآخر، في حين أن المملكة العربية السعودية وحلفائها يتراجعون. وهذه الأحداث الأخيرة يعني طرم أو منع الناقلات السعودية من المرور عبر باب المنتب، هو يعني إحدى هذه التمطرات على التراجع السعودي من ناحية والتمدد الإيراني من ناحية أخرى. فأنا أقول
أن المملكة للأسف تدير صراعاتها لا تستخدم ما لديها من موارد، لا تستخدم ما لديها من إمكانات، وإنما تتورط في صراعات يعني إقليمية على هذا النحو، ثم يعني تبدأ يعني جني هذه الثمار المرة. فإيران حاضرة وستستخدم القضية اليمنية على النحو الذي يعني يسند ويقوي موقفها في التفاوض مع الولايات المتحدة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الغيلاني الخبير الاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. اسمح لنا دكتور عبد الباقي أن تسعد المشاهدين الذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مجدد ترحيبي بك دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، يعني تحدث فيما تحدث فيه الدكتور عبد الله بأن الخاسر أو المتضرر الأكبر هو السعودية من هذا القرار ومن إطالة أمد الحرب. يعني كيف المملكة أن تدفع هذه التكلفة المالية الضخمة، أن تخسر هذه الخسائر، أن تقدم ما تقدمه لأمريكا دون أن تجني يعني نتائج حقيقية على الأرض؟ ما نجده هو مجرد مماطلة في الحرب، وبالتالي هي خسارات على المستوى الاقتصادي والمستوى العسكري والسياسي. دعني موضع الخاسر، الخاسر الأول هو الشعب اليمني الذي يعني نحن وثقنا بالمملكة العربية السعودية، وثقنا بحديثها عن أنها تواجه خطرا إيرانيا، ووثقنا بالسلطة الشرعية أنها لديها استراتيجية لاستعابات الجغرافية والمؤسسات، وبالتالي هناك صحيح خسائر للسعودية على المستوى الاقليمي، لكن شعبنا اليمني يدفع تكلفة غالية إنسانيا ومهددة لسيادته الوطنية ومهددة لمنظومته العقائدية والاجتماعية بسبب هذه الاستراتيجيات الخليجية. بالتالي السعودية ما زالت لم تدفع الثمن بعد، أقولها بوضوح وليس بمغالاة. الآن نحن للشعب اليمني نحن ندفع الثمن الآن الإنساني والسياسي والاستراتيجي والوطني، ندفع ثمن غالي بفعل أيضا سلطتنا الشرعية التي سلمت أمرنا إلى دول التحالف. تحدث الضيف عن عنصرين رئيسيين، ضرب الناقلات يعني انتصاران استراتيجيين لإيران، أنها قادرة على السيطرة على هرمز ومضيق باب المندب. لا توجد كتلة خليجية، كتلة خليجية هذه عمياء، توجد مجموعة من الدول المنفصلة، بمعنى لا يمكن لأي كتلة أن تحدث شرخا في بنيتها في لحظة مواجهة خطرا إيرانيا، بمعنى أنها استهدفت قطر وحاصرتها. أنا لا دافع عن قطر، لكن لا يمكن لك أن تدير معركة يعني ذات بعد قومي في اليمن تهدد كيانك وأن تخسر أحد مكوناتك في توقيت حرج. بالتالي هذا المكون أصبح يعني له مهدد، من حقه أن يدافع عن وطنه ومصالحه بشكل آخر، سيستهدفك. لماذا؟ أي منطق هذا؟ نحن أمام دول لم تستفد من التاريخ، نحن أمام دول تابعة وخاضعة للولايات المتحدة الأمريكية، سلمت أموالها بكل سهولة. بالتالي ما كان نتحدث قبل قليل مع الضيف عن أن لماذا هذا الدفاع عن الحوثيين ولماذا إيقاف المعارك في الحديدة؟ المسألة لم تعد يعني ما يسمى ليست معروفة، يعني حتى السعوديين هناك نخب مدركة، ولكن لماذا هذا الخنوع؟ الذي نعلم نحن أن هناك اتفاق 5+1، هناك يعب التقسيم منطقة الشرق الأوسط، هناك إيران في الاتفاقية غير المعلنة أن تكون بديل لإسرائيل كطرف
بحيث تكون إسرائيل حليف المنطقة العربية، هذا يعني أن تكون مسيطرة على مجموعة عواصم عربية، هذا معروف ومفرغ منه. يعني أن الحوثيين حتى يتم الآن الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل في حوار مع إيران بفعل هذه الأخطاء حق السعودية. لا يمكن أن تقف مع دولة تدعي أنها تمتلك الأسلحة والباتريوت والجيش وهي قبلة المسلمين، غير قادرة على اجتثاث ميليشيات 4 سنوات من معركة. لم تعيد عبد ربه منصور هذه إلى عدن، لم تستطيع أن توفر دعم الإنسان للمواطنين، لم تسلم مرتبات لشعبنا اليمني وهو يموت جوع. أي دولة تمتلك هذه المليارات؟ أي دولة ستواجه المد الإيراني وهي غير قادرة على حماية حدودها؟ أي دولة تعتبر يعني ستقدم لنا دعما وهي غير قادرة على حماية الناقلات؟ بالتالي المعركة واضحة، الحوثيين أضعف من عش العنكبوت، هذا شيء مفرغ منه. الحوثيين على المستوى الوطني، على المستوى الوطني الشعب اليمني سينتفض عن بكرة أبي، لا يمكن يقبل بهم. لكن نحن بحاجة إلى دعم جيشنا الوطني، بحاجة إلى دعم المقاومة الوطنية. لا نحتاج وجود القوات الإماراتية في عدن، ولا نحتاج وجود القوات السعودية في شبوة. نحن نحتاج إلى إعطاء إلى 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 دعم عسكري ودعم عسكري، وتمكين الحكومة من وجودها. ليس تمكين، لا نحتاج، أنا قبل حتى أكون واضح، لا نحتاج إلى صدقاتهم ولا نحتاج إلى دعمهم المادي، فلتكن قروضا سندفعها في المستقبل. وإذا أرادوا أن لهم أطماع في سقطرة أو أطماع في شبوة، عليهم أن يقدموا يعني مناقصات تحترم حق الشعب اليمني دون الالتفاف هذا والاستيلاء على الجزر. عليهم تعزيز يعني انتخابات مباشرة، تأجيل هذه الطموحات، اتفاقية غير يعني اتفاقية بين السلطة الشرعية، على أن يتم إيجاد تعاون مشترك في المستقبل واضح دون نهبنا واستغلالنا. لذلك الآن الحوثيين أصبحوا يتحاورون كقوة. 4 سنوات، أنا أذكر الجمهور، يعني مكنوهم بالهدنة الاقتصادية مع بحاح والإمارات، وبحاح والإمارات مكنوهم من السيطرة على 4 مليار ونيف في البنك المركزي تحت مفهوم الهدنة الاقتصادية، وهذا مكنهم من السيطرة على الدولة. ثم مكنهم من تذويب قطاعات الجيش التابعة لصالح عقائديا، ثم مكنهم من تغيير الذاكرة الوطنية لدى الشباب من خلال خلق ذاكرة عقائدية ومصادر سلطة يعني عقائدية بدلا عن سلطة الجمهورية. هل يعقل أن تتغير يعني في غضون 4 سنوات ذاكرة؟ لا، هنالك عمل بدأ في 1990 مع مجموعات عقائدية، وهناك تغيير مناهج مدرسية، وهناك مجموعة من القنوات التلفزيونية، وهناك سيطرة من خلال الجوامع والمساجد، وهناك إضعاف للسلطة في عدن وتعميم المذهب المدخلي. أي دول تحالف هذه سلطة شرعية؟ أي دول؟ أنا أدعو رئيس الدولة لإعلان وليقول للشعب اليمني نحن نوكل أو ندعو الشعب اليمني للدفاع عن سيادته. نحن سنجد مناطق جنوبية لديها مذهب مدخلي ينفي التيار السياسي وينفي المذهب السني وينفي، لدينا أمراض عقائدية وأمراض وطنية. بس فكرة واحدة، يعني لدينا هنا ليس فقط يعني ضعف السلطة ويعني وتدمير المؤسسات وعدم عقد يعني اجتماع واحد للبرلمان، نحن يعني بحاجة إلى اجتماع برلمان وإلى اجتماع وجود سلطة قضائية وإلى وجود أحزاب سياسية وإلى وجود سلطة حتى في منطقة خضراء في عدن. بالتالي عندما أجد نفسي أنا أمام تصفية أئمة جوامع، قاعدة، مذهب مدخلي غريب على مجتمعنا اليمني، وهنا في تعز كارثة إنسانية، وهنا في الحديدة كارثة إنسانية. نعم، إذن أي دول تحالف هذه؟ اسمح لي دكتور أن ينضم معنا أيضا الصحفي عبد العزيز المجيدي عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور، أهلا وسهلا. نعم أستاذ عبد العزيز، هل إعلان السعودية بتغيير خط ناقل صادراتها النفطية وإيقافها عبر مضيق باب المندب يعني أن الميليشيا لم تنتهي بعد وأنها على العكس قوية وما زالت تهدد خط الملاحة إلى هذا الحد؟ يعني 4 سنوات والحوثيون يتفوقون عسكريا وليس العكس، ما هو تفسيرك؟ من الواضح أن التهديدات الإيرانية التي كانت أطلقت قبل فترة بإغلاق مضيق هرمز على خلفية العقوبات الأمريكية بمنع استيراد النفط قد حققت هدفها بالتهديد في منطقة أخرى، وهو ما يعني أن هناك نجاحا إلى حد ما لإيران في
ارسال رسائل بانها ليست فقط قادره على اغلاق مضيق باب مضيق هرمز، وانما قادره ايضا على التاثير على الملاحه الدوليه والتجاره العالميه في مضيق باب المندب، وهو من احد اهم المضايق الاستراتيجيه في العالم. المشكله الرئيسيه هي تكمن في طبيعه الاداء والعمليات العسكريه وطريقه اداره الحرب خلال الفترات الماضيه، وهي بالضروره خدمت بالفعل الاجنده الايرانيه وخدمت الحوثيين الى حد كبير. لا زال الحوثيون حتى اللحظه يتصرفون كقوه كبرى داخل اليمن، يقومون بتهديد الملاحه البحريه، وتكررت استهداف الناقلات النفطيه وايضا البوارج الحربيه في المنطقه، وهذا يعني بان الكثير من الامور تسربت خلال الفترات الماضيه، ويظهر في نفس الوقت ايضا تراجع الدور السعودي فيما يتعلق بشان الحرب. والكلم حتى المعركه في الساحل الغربي مثلا باتت هي معركه صاحبه القرار هي الامارات العربيه المتحده، وتصريحات قرقاش والمسؤولين الاماراتيين واضحين في هذا الشان. عقب استهداف ناقله النفط السعوديه، وايضا قرار السعوديه باغلاق بتعليق شحناتها من النفط عبر مضيق باب المندب، فرق انور قرقاش ويقول بشكل واضح كما لو كان ينتزع شكلا من اشكال الانتصار المعنوي والسياسي لبلده، وهو يتحدث عن ان الامارات لديها الاستعداد لتحمل المزيد من الاعباء الامنيه في منطقه الشرق الاوسط، كما لو كانت للحظه انكسار السعوديه في منطقه استهدافها يعني في تلك البقعه، وبالتالي اظهرت ايضا بان الحرب ربما لها اهداف جانبيه اخرى، ليس من بينها بالطبع التاكيد انهاء الانقلاب في اليمن، وانما اجنده اخرى تتعلق بالاستحواذ والسيطره على مناطق حيويه واستراتيجيه في المناطق اليمنيه، وفي نفس الوقت ايضا ربما اضعاف السعوديه واغراقها في المستنقع اليمني. نعم، لكن اسمح لي أستاذ عبد العزيز، يعني قاسم سليماني يحذر من أنه إذا تم المساس بمصالح إيران، بين يعني أكيد تابعت موضوع تويتر الذي حدث بينه وبين ترامب، المناوشات التي حدثت، يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، لم يذكر مضيق هرمز. يعني إلى متى ستظل اليمن هي ساحة صراع إقليمي ورقعة شطرنج لكل هذه الصراع الدولي والإقليمي، حتى يعني أمد طويل مستقبلا باعتقادك؟ ما كان لقاسم سليماني أن يتفكح بتلك الطريقة لو أنه وجد طرفا آخر يتعامل على الأرض بشكل مسؤول وحاسم فيما يتعلق بالأداء والمعركة على الأرض، لكنه في النهاية هو يستثمر في حالة التردد والتبارد في أجندة التحالف العربي، وبنفس الوقت أيضا يستثمر ايضا الاجنده التي تشتغل عليها بعض الاطراف داخل التحالف العربي من خلال اضعاف الشرعيه وتقويضها، وايضا الحؤول دون القضاء على الانقلاب الحوثي. من الواضح بعد اربع سنوات من الحرب ان الاجنده الاكثر حضورا فيما يتعلق بالمشهد اليمني هي محاوله لاضعاف البلد بدرجه رئيسيه، منع هزيمه الحوثيين، محاوله ايضا لاحقا خلق توازنات عسكريه وسياسيه من نوع ما تعيد تشكيل المشهد بطريقه تسمح بوجود في اليمن، وبالتالي المسؤول الايراني هو يستثمر في هذه في هذا الجانب، ان الرسائل التي تتبادلها ايران مع الولايات المتحده الامريكيه هي رسائل الى حد ما تكاد تكون شكل من اشكال التخادم بين الطرفين. الامريكان من اول صعود ترامب وهو يتحدث ويحذر ويهدد ايران بانه سيحرق ايران لوح كثيرا بخيارات عسكريه، لكن حتى اللحظه كانت هذه التهديدات تعود بالنفع على ايران وايضا النفع على اذرعها في المنطقه، لان التحذيرات والتهديدات التي استخدمها ايران يبدو انه فقط المزيد من استنزاف والضغط على دول الخليج وتحديدا نعم. لكن السعودية. الغريب استاذ عبد العزيز، يعني الكل يتحدث عن اليمن، السعوديه، ايران، الولايات المتحده، يعني ما عدا الحكومة الشرعية والرئيس، أين هم من كل ما يحدث؟ يعني هل يدركون ما الذي يحدث حولهم؟ للأسف النخبة اليمنية بشكل عام بما فيها القوى السياسية في حالة موت
سريري، ليس هناك من مسؤول وقائع يخرج الى الناس ويتحدث اليهم بشان ما يجري. اصبحت المعارك، انت خذي مثلا معركه الساحل الغربي، سمعنا وشاهدنا اكثر من مره ما المسؤولين الاماراتيين هم يتحدثوا بشكل حصري كما لو كان الامر يخصهم وحدهم، بان بشان معركه الساحل من يقرر ايقافها ومن يقرر اعاده استئناف المعركه، وهذا الامر حصل اكثر من مره، وهو يؤكد بان اليد العليا في هذه المساله حتى ليست للسعوديه نفسها، وانما لطرف اخر داخل التحالف العربي، هو يمرر اجنده تخص وتخص ايضا قوى كبرى، هدفها في النهايه ربما ليس لمصلحه السعوديه على الاطلاق، لكن السعوديه عموما تنشر راسها في الضم وتمضي بخدمه هذه المشاريع بطريقه ستؤثر بالتاكيد على امنها الخاص. نعم. ولكن بنفس الوقت ايضا هي ستفضي الى تكريس قبضه ايران وهيمنتها على المنطقه، وايضا ترسيخ هذا النفوذ بشكل او باخر. اربع سنوات ونحن نتحدث لا زلنا عن ميليشيات تتوسع وتنتشر في اكثر من مكان، ربما تقوم في مكان لكنها قادره على التاثير في الملفات الكبيره، وإيران هي تستخدمها من أجل تحقيق مصالحها، وهي وفي مخصص لهذا الموضوع الذي من شأنه استهداف وضرب الأمن الإقليمي والأمن القومي العربي، لكن في نفس الوقت أيضا طبيعة أداء هذه القوى الإقليمية العربية تستهدف نفسها بنفسها وهي تنتحر أيضا. صحيح. إذن شكرا جزيلا لك الصحفي والمحلل السياسي عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. دكتور عبد الباقي، يعني تابعنا ربما كتاب سعوديين كثر يكتبون أن الاتحاد الأوروبي وهو الذي ينقذ إيران، هل تجد أن موقف الاتحاد الأوروبي مختلف عن موقف الولايات المتحدة في الملف اليمني؟ والله هناك اتفاق، هناك فرق صغير. الإيران تريد اتفاقية 5+6، وهناك صراع في الإدارة الأمريكية بين قبول الاتفاقية أو تحسينها، بمعنى أن ليس إلغائها فقط، الاتفاق على تعديل بعض الشروط، لكن هناك تقريبا يعني اتفاق على بقاء إيران، لأن هناك جماعات ما يسمى اللوبي اليهودي والمؤسسات العريقة تدعم بقاء إيران قوة مقلقة لمنطقة الشرق الأوسط بديلا عن إسرائيل. لا نقولها بشكل مؤامرة، هذا دراسات أمريكية واضحة. الذي أريد أن أقوله هنا بعيدا عن الموقف الأوروبي والأمريكي، نحن أحبطنا الآن الجماهير اليمنية عندما تحدثنا عن انتصار الحوثيين وانتصار، أنا أقولها بتجرد، مهما كانت هذه المؤامرات ومهما كانت الاتفاقات الدولية، أدعو الشعب اليمني إلى إيجاد كتلة وطنية تستطيع أن تستعيد جمهوريتها وتقضي على هذا المشروع بقدرات بسيطة جدا تتجاوز الاتجاه الدولي. تلاحظوا أن قرار الحرب وقرار السلم أصبح بيد دول التحالف، ونحن أصبحنا في مرتباتنا وظائفنا وإلى آخره، لأننا قضينا على موارد الدولة. لذلك إذا أنا لا أحبط الجماهير، لأنه الآن شعرت بتأنيب ضمير، نحن حاولنا أن نقدم انتقاد شديد إلى السلطة الشرعية، إلى دول التحالف التي كان لديها أهداف، لأن الإمارات لديها أهداف استثمارية والمملكة العربية السعودية لم تتعود على اتخاذ، الآن الحديث تقول إنه أوروبا توقف، لم يتعودوا في حياتهم في تاريخهم السياسي على اتخاذ قرار مستقل. هؤلاء دول تابعة لا يستطيعون التعامل في إطار أقطاب دولية. الذي يريد تحقيق الاستقلال وحماية أمنه القومي عليه أن يتحول في الواقع ومن ثم يتعامل مع المجتمع الدولي. إذا كان لديهم استراتيجية حقيقية كانوا يستطيعوا استعادة مدينة الحديدة، وبعد استعادتها خلال لحظة استراتيجية واسعة من الخطة ولكنها خاطفة في التنفيذ، ثم يمتصون الغضب الدولي بخطة إنسانية وخطة سياسية واستثمارات، لكن هؤلاء ينتظرون إشارات من الخارج. لذلك أنا أقول للشعب اليمني والله دون يعني تعصب سياسي ودون توقف، أن مشروع الحوثي آئل وزائل اليوم أو غدا، هذا المشروع لن يستطيع أن ينمو في اليمن. هو الآن بأمر الواقع بالمؤامرات الدولية بخدعة دول التحالف للسلطة الشرعية والشعب اليمني عاش هذه الفترة، ولكن إن وفرنا بعض الوقت، وأنا أدعو
الرأسمالية اليمنية التجارية، وأدعو السياسيين اليمنيين إلى الاستفادة من تجربة الحركة الوطنية أيام ثورة سبتمبر وأكتوبر وإلى التحرك كتلة وطنية بعيدا عن هذه الاستراتيجية الدولية، وسنفرض واقعا جديدا، والشعب اليمني بقدراته البسيطة وبمقاومته البسيطة سيقضي على هذا المشروع وسيحدث رعبا لهذه السلالة. لكن الآن السلطة الشرعية أصبحت تابع، الجماهير تبحث عن سلطة لتقودها ولتوفر لها، لا توجد سلطة في الواقع. من غيب السلطة في الواقع اليمني؟ دول التحالف. من جعل هذه السلطة غير من دول التحالف؟ من الذي يقرر؟ لذلك إذا علينا على لا نوجه اللوم، الحوثيين ليس أقوياء، إيران ليس قوية، نحن سلمنا أمرنا للدول لم تخوض معارك حرب في المستقبل، خاضت معركة في العراق ودفعت أموال وجاءت قوات أمريكية إلى العراق، تركت حرب في سوريا بالوكالة ودفعت أموال وذهبت سوريا. إيران يعني العرب كارثة، سلموا إيران إلى الأمريكان والإيران للعراق، ثم تركوا سوريا، ثم سيتركون لبنان، ثم لماذا نسلم؟ نحن اليمنيين وصلنا دكتور، لو سمحتي بس قبلها، نحن اليمنيين أقولها دون تعصب، نستطيع أن نتعامل مع هذا الكيان الميليشياوي السلالي بقدراتنا الذاتية، علينا فقط، وأدعو كل القوى الوطنية أن تعيد التفكير وألا تكون تبع لدول التحالف أو أن تنتظر من السلطة الدعم والقرار. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، أنا ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.